داني ألفيس، ريال مدريد فريق محظوظ. أكد داني ألفيس الظهير الأيمن لبرشلونة أن هدف الفريق في الفترة المقبلة تأمين المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ورأى أن ريال مدريد كان محظوظا بتواجده في الصدارة بعدما استيقظ النادي الكتالوني مؤخرا. وقال المدافع البرازيلي في تصريحات عقب فوز فريقه على ريال سوسيداد: يوم الخميس في الدوري قدمنا أفضل ما لدينا في الفترة الأخيرة ووصلنا متأخرين إلى مركز ثاني، وكان حظا سيئا لنا، كان بإمكاننا أن نتنافس مع ريال مدريد بطريقة مختلفة، وعلينا الآن أن نحقق الهدف التالي وهو الوصافة، لأنهم فريق ريال مدريد كان محظوظا لعدم تقديم أفضل ما لدينا في بداية الدوري. وأضاف: مباراة ريال سوسيداد كانت صعبة وكنا نعلم ذلك، كان علينا الضغط عليهم، وساهم الهدف في تهدئة المباراة وخفف العبء والمعاناة على الفريق. وأعطاني ألفيس يقول هذا الكلام لتبرير فشل الفريق الكتالوني، لأن ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني بجدارة واستحقاق، غصبا عن داني ألفيس أو عن برشلونة، لأن الكرة تعبير عن أهداف وعن نقاط. لو كان محظوظا الفريق الملكي، كن أنت كذلك محظوظا، ولا تتحجج بالأعذار الواهمة.